قلتي يعني إن, 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 إن الموضوع الآن يعني يفكر بالفوز كثر ما يفكر إن على الأقل يخفف الأضرار. لازم أخذ الشوط. يعني ما ينفع يخلي بعد ألبن أوستن يبتعد بالنتيجة ويبتعد بفارق الأشواط, وإلا فعلا الموضوع يعني بيصير إيزي. يعني زين كابتن منصور, إحنا قلنا إن شين أعلى في خبرة النهائيات من اللاعب المساوي, يبدو إن ما هي خبرة صارت عقدة نهائيات كابتن منصور؟ والله هذا الجانب النفسي لا يستبعد. بس حصرا في بطولة هي هنا بس هنا, لأن هنا لو بنحسب كم نهائي وصل لشين يعني مقارنة بالألقاب اللي ربحها واللي خسرها, نلقى أنه فاز أكثر مما خسر. لكن فعلا بطولة العالم بدت وكأنها تصبح يعني عقدة للاعب الأمريكي شين بامون. نعم. الآن طبعا قلنا جل ما يفكر فيه اللاعب أن يأخذ هذا الشوط وينتظر ماذا, ويتمنى أيضا إخفاق الخصم أو المنافس في البريك أو في الشوط القادم. نعم. عشان تكون 6-3 ويبدأ يرتب أموره أهون من أنها 7-1 أو 8-1 أو 6-2 أو 7-2 مثلا في أي شيء. نعم. أو يبتعد بالفارق. بالنسبة لعقدة, احتمال تكون عقدة البطولة نفسها, لأنه حقيقة في السيمي فاينل بعد تجاوز اللاعب التايواني شين لم يصرخ, أسقط الكرة رقم 9, فاز بالمباراة وتعامل طبيعي وذهب ليوقع ورقة التحكيم, وأثناء ذهابه صرخ. غالبا اللاعبين يصرخون بعد حاشلاك. نعم. اللاعبين غالبا يعني احتفال بأثر رجعي كان من أثر رجعي. غالبا اللاعبين يصرخ مع إسقاط الكرة. عجيب. الأخيرة. صحيح هذا المعتاد. صحيح. هو فاز وخلص, استغرق نص دقيقة ورايح يعني بيوقع على ورقة النتيجة الرسمية, ثم صرخ في وجه الحكم. كأن الحكم هو, وكأن خصمه هو الحكم. فإذا في تقلبات نفسية في المباريات. احنا حقيقة نستفيد دروس كثير من مشاهدتنا هذه الأشياء. يعني أنا دعوة صراحة وأكرر هذه الدعوة, أنا قلتها في مناسبات كثيرة جدا, وأشكر صراحة من كل قلبي قناة الكاس العزيزة اللي تترك لنا كمحبين للعبة البليارد الفرصة, أولا نحن نلتقي بشكل سنوي, ثانيا تعطينا هذه المساحة الطويلة والطويلة جدا من النقل الحي المباشر لفعاليات وأحداث مباريات البليارد. اليوم مع الأسف التغطية الإعلامية للعبتنا كابتن منصور كما تعلم فقيرة وفقيرة جدا مع كثرة المنافسات اللي تصير في كل القارات, لكن القنوات الرياضية العربية يبدو أن يعني كرة القدم لا تزال يعني وهي على شكل لعبة شعبية الأولى, هذا ما في نقاش, لكن يعني شيء من قناة الكاس يبدو أن رسالتها أنها تعطي كل الألعاب بقدر ما تستطيع. أشكرهم صراحة من كل قلبي, هذا بالنيابة طبعا عن كل لاعبين البليارد, ولا أقول هالكلام لأني أشتغل أو أعتبر من طاقم العمل في قناة الكاس, أنا أتكلم اليوم كلاعب بلياردو خليجي عربي كويتي باسم كل لاعبين البليارد. شكرا لقناة الكاس إدارة ويعني كل طواقم العمل فيها. إنما كابتن منصور إذا خسر اليوم شين فان بونينغ في هذا النهائي فعلا راح يمكن نتكلم السنة الجاية عن عقدة نهائيات أكثر ما نتكلم عن خبرة نهائيات كابتن منصور. نعم. الآن شو الآن شين أمام نفسه الآن في هذا الموقف. نعم. اختبار نفسي حقيقي. لا, بدأ الجيم سيفتي ونجح في تحقيق السيفتي. الآن عنده فرصة. برغم إنه ألبن أوشن مميز في الكيك زي ما قلنا. نعم. توقعت إنه ألبن ينجح في إنه يعمل له سيف مضاد, ما قدر يعمل له سيف مضاد. نعم. الآن أمام نفسك. إذا أخطأ هذا الواحد هو يعي تماما أهمية هذا الشوط, إذا لم يحرز هذا الشوط فهو قدم 3/4 النهائي لخصمه أو للمنافس. أنا بقول لك شغلة كابتن منصور, إحنا قلنا بعد نهاية الفترة الأولى الصباحية أو بعد نصف النهائي لما نقلناه, أنا وعدت السادة المشاهدين أن إحنا بنشوف دراما قريبة من الدراما اللي شاهدناها في العام 2012 لما تقدم اللاعب البريطاني دارين أبلتون 11-3 كابتن منصور, وكنا خلاص أنا وزميلي كان وليد المناعم السيالي بالخير في ذاك الوقت خلاص لملمنا أوراقنا وجاهزين بنروح الاستديو بنحتفل, قعدنا ساعة ونص كابتن منصور, من 11-3 وصلت إلى 12 الكل. يعني وأنا يمكن يعذروني حبايبي المشاهدين أنا أزعجتهم بتكرار هذه القصة, لكن أنا لا أملك لا بس انتهت 3/4 النهائي قدمه كابتن منصور, يعني خلاص ها يعني بالضبط الرجل يعني لا يريد ان يحصل على بطوله 3/4 النهائي قدمها صراحه. نعم. يعني هذا خطا ايضا غريب
شوف كابتن مرسول يعني زاوية متاحة كرة يعني شيء غريب صراحة أن أنت تشوف لاعب بقيمة وحجم وإمكانيات اللاعب الأمريكي شين فان بونينغ يرتكب هذه الأخطاء السهلة واحدة تلو آخر. يعني الصيني لما كان خسران يا كابتن منصور 11-3 ما كان يغلط كل هالغلطة، هو كان فعلا عنده سوء حظ في البريك، ودارن أبلتون كان يعني متجلي تماما أقصى درجات التجلي وأرغم اللاعب الصيني أنه يتأخر بالسكور فرق 8 أشواط. بينما في حالة شين فان بونينغ كابتن منصور يعني هدية ورا الثانية 6-1 الحين في فرصة 7-1 انتهت الأمور. أعتقد قدم 3/4 الفاينل خصم للمنافس يعني خلاص أنا ماني شايف والله يا كابتن منصور لا مانا هذه الدراما اللي توقعتها خالد. والله أنا قلت دراما بس صراحة كنت أتوقع دراما من نوع ثاني مش بها الشكل يعني يمكن يكون يعني من الجوانب القبيحة للدراما من أصعب صراحة أن أنت تشوف لاعب بحجم وإمكانيات شين فان بونينغ يعاني كل هذه المعاناة في النهائي يعني مسألة صراحة الله يكون في عونه الأمانة وحتى في عون محبينا وجماهيرنا. نعلم أن المشاهدين العرب كثير من يتمنى أن يشوف شين فان بونينغ بطل للعالم وأنا والله منهم كابتن منصور ذكرت هذا الأمر، لكن ما كنت مطمئن لمستوى الرجل لأني شفت بعض مبارياته يعني ونقلنا له مباراة تذكر في 64 لو كان وارن كيمكو أي لاعب ثاني كان ممكن بيطلع شين فان بونينغ من 64 ممكن من حظ اللاعب شين فان بونينغ أن وارن كيمكو أساسا كان أصلا خايف من يعني اللاعب الأمريكي وكل ما أعطاه هدية شين يرجع مرة ثانية يرجع للهدية، لكن الآن اللاعب النمساوي يعني الخطير والمخيف مدرك تماما منصور ان شين اليوم صيده من ينصاد بعد ما راح ينصاد نفس الطريقه هذه مرتين هذا من سابع المستحيلات. شوف كيف بيلعب السبع الان شوف كيف بيلعب شوف هذه لعبه واحد ضامن انه فعلا خلاص بدا يرتاح مرتاح نفسيا وهو ساعد شين في هذا الموضوع طبيعي انا ما اتمنى شين يخسر بهالشكل او بهالطريقه ولكن يعجبني عندما تكون هذه المواقف على الطاولة. احنا الحين قاعدين نشوف في كثير من اللاعبين يسألني البرشر والبرشر والبرشر هذا برشر حقيقي شفناه أمامنا في الكرة رقم 4 هذا ضغط نفسي عالي جدا عند لاعب بطل متوج المفروض انه بطل يعني مثل انهم يخافون هذا الخوف هذا هو الخوف فيس تو فيس وممكن يغلطون غلطات سهلة جدا هذا خوف فيس تو فيس انت لو الكاميرا رجعت لوجه شين وهو يلعب الأربعة اي والله يعني احنا شفنا نظراته وهو يلعب الأربعة يعني شوف الفرق بين يعني مع العلم انه والله أدى لعبتين ممتازين في الواحد والاثنين كابتن منصور اعتقد بنشوف الحين الأربعة إعادة الأربعة اللي كانت على جيب اللي أخطأ فيها اللاعب الأمريكي يا ليت يعطونا الشباب لقطة وجه اللاعب لأن يعني كان غلط غريب يعني صراحة هو شوف هذا هو الخوف وجها لوجه عجيب هذا هو مع العلم أن الكرة ما كانت صعبة الكرة جدا إيزي حاول أنه يدخل فيها بشوي تشيك يعني ما كان حد اللي يسمونه تشيك سايد أو السايد العكسي جدا مش مؤثر بالنسبة للبطل شوف الوجه هذا الآن في كرة أخرى أتمنى نشوف على الأربعة راح نشوف الأربعة طبيعي راح نشوف الأربعة لأن هي نقطة تحول كانت في الشوط الماضي لا الأربعة اللي أخطأها اللاعب الأمريكي في جيب النص يعني هي كانت نقطة تحول في هذا الشوط وفي المباراة ككل أنا شفت وجه اللاعب هو نازل على الأربعة يبين إنه ما كان مرتاح فعلا مش ما كان خايف واضح الخوف ولو أحد شاف الوجه بيتأكد إنه خايف فعلا يعني يخافون الكل يخاف قلب الأسد خاف اليوم اللي كنا نقول قلب الأسد ما أي أسد يا كابتن منصور 11-4 ما عاد فيه يعني وأنت قلت إنه أسد صغير أنت مفاصل قلت إنه أسد صغير يعني اليوم أليكس باجولاين يعني زئيرة كان خافت وخافت جدا يعني وهذا النمساوي الصامت كابتن منصور يعني مخيف لا أسد لا شين فان بونينغ لا ما يعني لو حصل البطوله فعلا الى الان يستحقها حتى لو لم يكسب يعني صراحه شين فان بونينغ كما قلنا لكوبني العام الماضي لأن ارتكب اخطاء يعني فادحه مع ذلك يعني الشعب كذي رجع للحظ اليوم اللاعب الامريكي بناء على هذا الاداء وليس بناء لا على تاريخه ولا على موهبته لاني انا يستحق. ما اشك صراحه يستحق فعلا ما يستاهل يفوز بالفاينل إلا إذا يستحق اللاعب سوري النمساوي هو يستحق إلا إذا صحة متأخر يعني إذا فاجأنا الآن وصار عندنا قصة نسولف فيها نفس قصة الصيني والبريطاني والله ولو أن هذا الأمر صراحة مستبعد أنا لو طلع من كل هذا الضغط
ورجع للليفل العادي او المستوى العادي اللي يلعب فيه، نعم هذا شيء خارق، راح يكون شيء خارق. يعني بعد اداء يعني هزيل ممكن تعود اذا ساعدك الخصم زي ما قلنا في اكثر من مناسبه، نعم انه ممكن تقصير خصمك مع شوي حظ يساعدك انك تعود، نفس ما حصل فرص والله في الادوار الاولى لما كنا ننقل المباريات، لكن يعني ما استفادوا منها يعني اللاعبين اللي حصلت لهم الفرص. الان سنوكر مميز من شين فان بونينج، لكن وإن كان متأخرا والله يا صديقي العزيز شين فان بونينج متأخر جدا 7-1، يعني الأمور صعبة ومعقدة للغاية، ويحتاج إلى معجزة حقيقية صراحة اللاعب الأمريكي إذا ما قدر له الفوز بهذا النهائي، يعني سوف يسيل حبرا كثيرا في الصحافة العالمية المختصة بشؤون البليارد يوم يعني في يوم الغد، لأن من ممكن يصدق يا كابتن منصور الآن في هذا التوقيت وإحنا في نتيجة 7-1 للنمساوي أن أصلا في فرصة لشين فان بونينج أن يعود للمباراة؟ لو تسأل أي واحد تابع المباراة من بدايتها يقول لك يعني ما هذا ما يقول لك لا فرصة، يعني يمكن 1% صراحة. شوف الآن بنشوف كيك، نشوف الآن النمساوي هل هو لا زال، شوف كيف خالد طبعا أيضا نتيجة ممتازة كابتن، لم يخطئ في أي لعبة كيك منذ يعني ما يعطي بولن هارد من دور 16، ما يعطيك بولن هارد في السنوكرات. أسوأ شيء ممكن يصير معه إنه يصف لك الكرة، أسوأ بس شيء بولن هارد لا. أسوأ موقف اللي كان السنوكر الصعب اللي قلنا يحتاج كمبيوتر وراح لزق كرة في كرة، حتى ما لعب عليه، ما لعب. أصلا ما تحسب خطأ، ما تحسب خطأ لأنه ما لعب أصلا ما لأنه تكتيكيا. نعم. خالد في شيء أبو فاطمة يمكن ما انتبهنا له من سير المباراة، نعم طبعا شين مش في مستوى، ولو يقدم مستوى ويخسر يكون أهون يعني. إيه والله يعني. ولكن يعني بهذا الشكل. يعني هو خسر العام الماضي كابتن نعم. منصور إذا تذكر، وتعاطفنا معه نعم. تعاطف كبير، وقلنا بحقه ما يستحق، لأنه فعلا قدم مباراة يعني يستاهل إن 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 المعلق والمحلل والمتابع وحتى المقدم العزيز يوسف ربيع في ذاك الوقت، هو أيضا من محبين لعبة البلياردو على فكرة ويتابع البطولة على مدى سنوات، نعم. كون خبرة ما هي سهلة، قام يناقشنا في المباريات ويناقشنا في النتائج، دخل معانا في التحليل الفني يعني كنا كلنا شايفين أن اللاعب شين فان بونينج فعلا كان يعني قدم مباراة كبيرة، لكن مستحيل أحد اليوم يشهد لصالح اللاعب الأمريكي شين فان بونينج بأي اتجاه، لا لعب ولا حتى نتيجة كابتن منصور، وفرص سهلة غريبة تضيع. يعني أنا والله أرجع وأكد لك كابتن منصور، لو كان في لاعب عربي يضيع هذه الكور السهلة كان الحين نقاش، ما هو نقاش والله مستغربين وحالتنا لله، واللاعب العربي ما عنده خبرة نهائيات، واللاعب العربي بريشر، واللاعب العربي خايف من الفاينل، هذا اللاعب الأمريكي صاحب الألقاب، صاحب التاريخ، صاحب الموهبة، يخفق إخفاقات ذريعة. وأليكس باجولاين قبله وأيضا بطل عالم، وأيضا إخفاقات ذريعة، وجيسون شو يخطأ 8 سهلة، وكلهم كلهم. إذن أعتقد كأن الله يرسل هذه البطولة بالذات لنا لإرسال رسائل في وقت مناسب للاعبين العرب. طيب إحنا صارنا 7 سنين كابتن منصور، ما إحنا راضين نتعلم. أنا وأنت لم أشهد حقيقة والله، وإذا أخطأت تذكرني وصححني، لم أشهد أي بطولة من البطولات 7 السابقة أخطاء فادحة بهذا الشكل. أنا الأمانة بهذه الكثرة بالنهائي. نعم. كان في لقطات الأمانة أشوف هذا أول كيك يخطئ فيه. أول كيك فعلا يخطئ فيه. طبعاً قول ما شاء الله تبارك الله. إن شاء الله أنت كابتن منصور عشان تمشي شغلك عاد تقعد تعطي عين للريال ما يصير يا كابتن منصور، انما فعلا هذا هو الخطا. انما عطفا على كلامك كابتن منصور، انا علقت لكل النهائيات اللي حصلت هنا في قطر، اللي حدثت هنا في قطر، اول مره اشوف هذا الكم من الاخطاء السهله في النهائي. كان طبعا طبيعي ان النهائي ما يخلص الا في اخطاء، لكن ورا بعض وسهل يعني، بس السذاجه انا بسميها اخطاء ساذجه،